السلام عليكم. اليوم نروح إلى ولاية الجلفة وبالضبط بلدية الجلفة لنقف على أشغال نتاع إنشاء مركز لمكافحة السرطان، واللي يعرف عملية يعني وتيرة جد متسارعة، حيث أنه الأشغال هذه عندها حوالي سنة من اللي بدات، والآن رانا في نسبة يعني لبس بها يعني ملحوظة. إن شاء الله ينتهي يعني المستشفى هذا، المشروع هذا في ولاية الجلفة، وكان مشروع آخر في التمثيلة وفي ولايات أخرى. الخريطة في يعني الخريطة تاع المستشفيات هذه تاع مكافحة السرطان راهي يعني تمتد إلى كل ولايات القطر الوطني 58، وان شاء الله يعني المشاريع اللي ما بقى اللي مازال ما انطلقتش في ولايات اخرى سوف تنطلق يعني في يعني في العام هذا ولا العام المقبل، ان شاء الله يكون فيه تدعيم للمنظومه الصحيه في الوطن. ونخليكم تتابعوا يعني الاشغال هذه اللي الصور خذت هذا الاسبوع، والسلام عليكم.